النهارده ان شاء الله السكشن ما قبل الاخير. هو السكشن هو مكتوب سكشن 4 بس عشان ده البي دي اف الرابع، كان ده تقريبا السكشن السادس او السابع لينا، لكن ده عشان بس البي دي اف ده البي دي اف الرابع اللي نزل ليكو. يعني هنتكلم النهارده على الووتر كواليتي اندكس. المفروض ان ده المحتوى اللي احنا شغالين بيه مع المحاضره. كنا بدأنا في الأول على مقدمة على جودة المية، وبعدين اتكلمنا على إيه هو الناتشرال ووتر بودز، البحيرات، الأنهار، البحر أو المياه الجوفية وهكذا، وعرفنا الفرق بينهم. وبعدين اتكلمنا على إيه هي التحديات اللي بتواجهنا، والتلوث وأنواعه ومصادره وأسبابه. وبعد كده اتكلمنا قبل العيد ولمدة 3 سكاشن على الووتر كواليتي بارامترز. المفروض ان في المحاضرة الدكتورة اشتغلت على الووتر كواليتي مونيتورنج، واتكلمت على السامبلينج والتستنج. احنا هنشتغل عشان ما فيش وقت في يعني قبل الامتحانات، فاحنا هنشتغل جزء تاني وهنكتفي بالشرح في المحاضرة في الجزء بتاع المونيتورنج. وهنتكلم على حاجة اسمها الووتر كواليتي اسسمنت أو تقييم نوعية المية، وهنعرف يعني إيه الفرق ما بين الاسسمنت وما بين المونتورنج. كمان شوية جزء من الووتر كواليتي اسسمنت هو الاتنين دول، الووتر كواليتي اندكس دي أول مسألة هنشرحها النهاردة، والتوفيك اندكس دي المسألة احنا هنشرحها المرة الجاية إن شاء الله. يبقى احنا هنتكلم النهاردة على الووتر كواليتي اسسمنت اللي هو جزء منه حاجتين، الووتر كواليتي اندكس والتوفيك اندكس، فده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. هنتكلم على الووتر كواليتي اندكس، والسكشن الجاي ان شاء الله هنتكلم على التوفيك اندكس. تعالى ناخد بس اللي مش هيتغطى معانا في السكشن هيبقى ايه؟ اللي احنا يعني هنكتفي بيه المحاضرة هيبقى انهي عنوان؟ المحاضرة اللي شرحت امبارح. تمام جدا. تمام. طيب احنا دلوقتي احنا ايه اللي احنا وصلنا له؟ احنا وصلنا دلوقتي ان احنا لو معانا اي ووتر بادل زي اللي احنا شايفينه في الصوره ده، يعتبر فرع رشيد او نهر النيل اللي موجود جنب مدينه كفر الزيات. لو حد يعرف، لو يعني لو حد راح كفر الزيات قبل كده او هو اصلا من كفر الزيات، هيعرف ان كفر الزيات بيطل على كورنيش واسع قوي او كبير قوي، على بيطل على فرع رشيد، وان هنا في طريق اللي هو طريق اسكندريه الزراعي، وفي كمان كوبري بتاع سك الحديد. والجزء ده هو عباره عن فرع رشيد او جزء من النيل يعني الموجود عند مدينه كفر الزيات. احنا الاول هنبدا نفهم يعني ليه احنا هنوصل لحاجه اسمها ووتر كواليتي اندكس. فده نهر النيل، واحنا بدانا نقول عايزين نعمل حاجه اسمها برنامج رصد، وده اللي الدكتوره شرحته في المحاضره اللي فاتت. احنا المحاضره امبارح هنتكلم عنه بصوره سريعه، عشان ده هنحتاج ان شاء الله في موضوع تقسيم المجموعات. الدكتوره بلغتني ان احنا هنقسم نفسنا مجموعات عشان هنحل بيه الشيت الثالث اللي هو هينزل لك او نزل لك، وهنتكلم عنه كمان شويه. طيب ده نهر النيل او ده فرع رشيد، واحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل برنامج رصد. مونتورنج ده معناها رصد. يعني ايه رصد؟ انا عايز ارصد الووتر كواليتي بارامترز الموجوده جوه الميه. دي ميه وانا ما اعرفش الميه دي هل هي صالحه للاستخدام، صالحه للشرب، صالحه للزراعه، صالحه للصناعه ولا لا. فانا يعني وزاره الميه او اي مجموعه من الباحثين بينظموا برنامج رصد بيئي. ليه؟ هينزلوا هنا كده المنطقه دي، وياخدوا مجموعه من العينات، عينات الميه، ويحللوها، سواء ان هم معاهم اجهزه ممكن تنفع في الفيلد او في الحقل، وياخدوا بيها على طول او يقيسوا بيها الووتر كواليتي بارامترز على طول، زي البي اتش، زي الدي او، زي الطحالب، زي التي دي اس، زي النتوات، زي الامونيا، زي الحديد، زي المنجنيز، كل العناصر اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده ممكن اقيس. سواء كان عندي اجهزه حقليه يعني بتاخد البارامترز على طول من بتاخد القيمه على طول وانا واقف في ساعتها في الحقل او في المكان اللي انا بشتغل فيه، او ان انا باخد عينات من الميه هنا من كذا مكان، وابدا ان انا اما ارجع المعمل بتاعي، وانا طبعا بكون حافظهم في ايس بوكس، وارجع المعمل بتاعي وابدا اعمل تقييم او تحليل للعينات دي، وفي الاخر برضه احصل على ايه؟ على قيم الووتر كواليتي بارامترز. طيب ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ اللي حصل بالظبط ان انا عندي المنطقه زي دي. ليه اخترنا منطقه زي دي نشتغل عليها؟
لان المنطقه دي بتعرض لمجموعه من الملوثات اللي جايه. احنا خدنا اما جينا شرحنا قبل كده انواع التلوثات، كنا اتكلمنا على ان في مناطق بيحصل فيها تلوث نقطي اللي هي البوينت سورس والنون بوينت سورس. فعندنا مثلا في هنا دي المنطقه اللي انا هشتغل عليها. المنطقه دي بتعرض لاول حاجه نوع من انواع الملوثات اللي هو المصرف. هنا في مصرف اسمه مصرف تلة. المصرف ده برضه مشهور جدا في مصر، والمصرف ده بيصب المخلفات بتاعته هنا من غير اي عمليه معالجه، يعني مفيش هنا محطه معالجه بتصب المياه جوه الفرع. بعد فتره من دي كلها المدينه اهي، دي كلها مدينه كفر الزيات. في هنا برضه منطقه المصانع. منطقه المصانع دي منطقه مشهوره جدا هناك في كفر الزيات، بتنتج الاسمده والمبيدات الحشريه اي اسمده تبع الزراعه او المبيدات الحشريه بينتجوها في المصانع اللي زي دي. المصانع دي بتعمل ايه؟ بتسحب الميه من الفضاء، وبعدين ترجع لي هنا الميه السخنه، وكمان المخلفات الصناعيه الموجوده عندي هنا بترجع انها ترجع او بتصبها هنا برضه من غير اي عمليه معالجه. فانا عندي هنا في مصادر اساسيه زي المصرف تلا ده، على فكره مصرف زراعي يعني في مخلفات زراعيه، وفي كمان صرف صناعي، صرف عفوا صحي، ان المنازل او الناس اللي عايشين حوالين المنطقه دي برضه بيصبوا مخلفاتهم برضه على المصرف ده، وفي الاخر المصرف بيصب جوه الايه؟ جوه الفرع يعني. نفس القصه برضه الشبكات الصناعيه بتصب برضه مخلفاتها هنا في الايه؟ في المنطقه دي، فده يعتبر برضه بوينت سورس، يعتبر بوينت سورس، ده يعتبر برضه بوينت سورس. كمان هنا في منطقه زراعيه، فممكن يحصل برضه هنا نون بوينت سورس، يحصل برضه هنا مجموعه من الملوثات اللي بتصب جوه الايه؟ جوه الميه. طيب انا عشان اعالج المشكله دي لازم الاول اقصد المشكله الاول، لازم احدد المشكله موجوده فين، لازم اعمل ووتر كواليتي بارامترز عشان احدد بالظبط التلوث موجود فين. فهعمل ايه؟ فانا هبدا احدد اول حاجه الستيشنز بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. فقمت محدد مصارف في السنتر بتاع البحيره تقريبا يعني، او في السنتر بتاع المجرى المائي نفسه عن طريق جوجل ايرث، وان انا ابدا يعني ان انا احجز مركب او انا اجر مركب وانزل بيه ومعايا هنا الاجهزه بتاعتي، وابدا اخد مجموعه من النقط. فانا خدت مثلا حوالي 8 نقط، نقطه 1 2 3 4 5 6 7 8. اشمعنى النقط دي؟ احنا دايما لما بيجي نختار الستيشنز ناخدها على الاماكن اللي الاحتمال كبير يحصل فيها تغير في الميه. يعني لو انت خدت نقطه هنا ونقطه هنا ممكن ما يحصلش تغير كبير في الميه لان المسافه بينهم مسافه قريبه وما فيش اي تغير حصل. لكن انا لما جينا خدنا وحددنا النقط بناخد النقط اللي احتمال يحصل فيها تغير. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي ان هنا في هنا مصرف بيصب هنا، فاكيد الميه الموجوده هنا طبيعتها غير الميه الموجوده هنا، اكيد ان هنا في تلوث جاي مع المصرف، فاكيد ان الميه هنا مش زي درجه نقاء الميه هنا. نفس القصه بعد فتره اما الميه بتتحرك اكيد بيتغير. نفس القصه هنا في نون بوينت سورس او نون بوينت سورس بلوشن، فممكن برضه ياثر على الميه هنا، وهكذا. عند المصانع نفسها برضه في تغير ممكن يحصل في الميه، فبنا واخدين هنا ايه؟ عينه. بعدها بفتره ممكن يحصل تغير للميه، فواخدين هنا ايه؟ ستيشن. يبقى رقم واحد اماكن الستيشن دي اللي بيحددها؟ بيحددها لو في تغير في البوينت بتاعت التلوث. لو في عندي مساحه اكبر فانا بحاول اخد اكبر قدر من النقط على حسب امكانياتي، على حسب توفر الاجهزه اللي عندي، ببدا احدد النقط بتاعتي اللي انا اقدر اشتغل عليها. يبقى رقم واحد تحديد الستيشنز، ودي ده الجزء ده هيفيدك وانت بتعمل التقرير او الشيت الثالث اللي احنا هنقسم فيه مجموعات. الجزء ده هيفيدك جدا في تحديد اماكن الستيشن. لو عندي هنا في مصرف يبقى قبل وبعد المصرف وفي النقطه اللي بيصب فيها المصنع. عندي مصنع يبقى ممكن اخد قبل وبعد المصنع وفي النقطه اللي المصنع بيصب فيها. لو عندي في النون بوينت سورس اماكن، في اماكن زراعيه كتير، مضطر اخد برضه نقطه عشان في هنا تسريب للميه هيحصل سطحي، فممكن برضه يحصل او يؤثر على درجه الميه. طيب بعد كل ده برضه انا ما فهمتش ليه هعمل حاجه اسمها ووتر كواليتي اندكس، او ليه انا محتاج ان انا يعني اشرح او اخد حاجه اسمها ووتر كواليتي اندكس.
طيب انت بعد ما حددت الاماكن السيشن دي واجرت مركب ونزلت بيها وخدت عينه هنا، عينه واحد، عينه اثنين، عينه ثلاثه، عينه اربعه، عينه خمسه، عينه سته، عينه سبعه، ثمانيه، وكمان ممكن ناخد على فكره عينه جوه المصرف نفسه عشان ابقى عشان اقيس الميه اللي داخلالي للمصدر الطبيعي للميه ده، اللي هو المصدر اللي انا بشرب منه وبزرع منه، الميه الملوثه دي طبيعتها اصلا ايه؟ النتوات اللي هتيجي منها قيمتها قد ايه؟ فلازم برضه ناخد نقطه في المصرف اللي هيصب فيه التبع، او ناخد ستيشن في الستيشن في المصرف او في المكان اللي هيصب فيه التبع او الفرع او نهر النيل يعني. طيب بعد ما انا خدت الثمان عينات دول، يبقى انا عندي هنا في ثمانيه ستيشن، كل ستيشن من دي فيها عينه، العينه الواحده هطلع منها كام بارامتر؟ ممكن اطلع 15، اطلع الدي او والبي او دي والسي او دي والبي اتش والنترات والامونيا، يعني كل واحده من دول ممكن يكون فيها حوالي 15 بارامتر. 15 في 8 بشوف انا عندي كام نقطه او كام عينه أو كام قيمه للبارامتر. طيب انا دلوقتي طلعت القيم دي، في الاخر انا عايز اقول الميه كويسه او وحشه، في الاخر عايز ادي قرار الراجل صح، الراجل المسؤول، اقول له انا كراجل مهندس او كراجل كيميائي او كراجل شغال في الميه، ممكن نقول الميه دي كويسه او وحشه ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها ووتر كواليتي اندكس. بمعنى احنا دلوقتي عملنا بسط لنوعيه الميه، وصدنا نوعيه الميه الموجوده في الفرع، بعد ما بصدناها، بعد ما عملنا بسط لنوعيه الميه دي، بعد ما بصدناها عرفنا نحدد قيم البارامتر سواء كان فيزيائيه، يعني احنا دلوقتي عملنا عملية بسط وعرفنا نحدد الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الموجودة في المية، سواء كانت فيزيائية أو بيولوجية أو كيميائية. وبعد ما حددنا الخصائص دي، ايه اللي بيحصل؟ احنا ممكن عشان نوضح أكتر زي ما احنا عملنا قبل كده في نشاط، لما قلنا ممكن نشتغل بالإكسل ونعمل مقارنات ما بين الستيشن، دول الثمانية ستيشن اللي احنا كنا بنتكلم عنهم من شوية، ودي مثلا قيمه من قيم الخصائص الفيزيائيه زي التي دي اس، وبدات اقيس. انا مش كمان باخد بس العينه مره واحده، لا انا كمان زي ما الدكتور شرحت امبارح، ان انا او امبارح كل ما انا ما بشتغلش بس مره واحده في السنه، لا انا بشتغل على الاربع فصول عشان اشوف التغيرات اللي بتحصل على مدار السنه. يبقى احنا دايما عندنا في مكان وفي زمان، المكان الستيشن اللي انا باخد عنها العينه، الزمان هو انا باخدها انهي فصل، هل هو فصل الخريف ولا فصل الشتاء ولا فصل الربيع ولا فصل الصيف، على حسب الوقت اللي انا ايه اللي انا بشتغل فيه. طيب لو احنا جينا بصينا هنا كده، انا خدت كام قراءه؟ الاستيشن الواحده فيها اربع قراءات، اربعه في 8 يبقى 32 قراءه، يبقى التي دي اس لوحده بس 32 قراءه. لو جينا خدنا اي مثلا عنصر تاني كيميائي زي الدي او مثلا، نفس القصه برضه، هاخد حوالي 32 قراءه. شوف دي كلها قيم احنا موجوده عندنا. نفس القصه لو انا خدت حاجه بيولوجيه زي التوتال الجي، يبقى عندي برضه مجموعه من القراءات. طب ايه المشكله؟ المشكله دلوقتي ان انا ممكن اقيس البي اتش يكون مثلا محصور ما بين 6.5 و7.5، يعني تقابل كويس مش وحش. رحت قست الدي او لقيته ان هو لا اقل من 2، يبقى في مشكله في سيشن معينه. ورحت ستيشن تانية لقيت العكس، لقيت ان الدي او كويسة يعني اعلى من 6، لكن البي اتش مثلا بوصلت لاربعة. يبقى في كمية من التغيرات في البارامترز، انا كراجل مثلا لو بعد كده بقى مسؤول ما اقدرش اخد قرار، لان عندي كمية بيانات وحللناها، بس في الاخر انا ما اعرفش بالظبط في الاخر المية دي كتوتال كمجموع هي كويسة او وحشة. اللي هيفصلنا عن ده هو حاجة اسمها الووتر كواليتي اسسمنت، يعني اللي حاجه اللي هتقول لي ان الميه دي كويسه او فيها مشكله هو الووتر كواليتي اسسمنت، هو تقييم نوعيه الميه، هو اللي بيحول الرصد اللي انا اشتغلت عليه، ان انا في الاخر بقى عندي بارامتر سواء كان فيزيائي او كيميائي او بيولوجي، عندي كميه كبيره جدا من الداتا، وانا عايز في الاخر اختصر القصه دي كلها في مسمى واحد او في كلمه واحده، اقول ان الميه دي صالحة للاستخدام في الزراعة أو في الصناعة أو في الشرب، والمية دي هل هي جود كويسة ولا هي ممكن تكون باد وحشة؟ اللي هيحدد ده هو الووتر كواليتي إيه؟ أسسمنت. طب يعني إيه بقى ووتر كواليتي أسسمنت؟ ده ممكن سؤال يجي كنظري في الامتحان، يقول لك عرف
الروتر كواليتي اسسمنت. هو في شوية اختلاف في الصورة عن الكلام، الناس سامعني الصوت واضح صح؟ في لاج، حاجة بسيطة في لاج شوية. تمام تمام كده لسه ظاهر حالا الروتر كواليتي اسسمنت، تمام كده؟ تمام. يعني ايه بقى تقييم نوعية المية؟ تقييم نوعية المية احنا بنقول هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن أداة أو طريقة لتحديد مدى جودة المية. هي عبارة عن طريقة أو أداة بحدد من خلالها المية دي هل هي كويسة أو لا. عن طريق ان انا ببسط وبحلل البيانات بتاعت خصائص نوعيه الميه اللي هي تبقى معقده. معقده ليه؟ لان هي عباره عن كميات كبيره من البيانات، وبخليها سهله جدا للجمهور ومتخذ القرار ان هو ياخد قرار او ان هو يفهم الميه دي كويسه او لا. يبقى تقييم نوعيه الميه عباره عن ايه؟ هي عباره عن اداه بسيطه عن طريقها ان انا بقدر اعمل تلخيص او تبسيط لبيانات بتاعت المعاملات بتاعت جوده الميه، وبخليها اسهل بحيث ان الجمهور العادي اللي هو مش متخصص والمسؤول وزير الري وزير البيئه المسؤول يقول لي، يعني اقول له بالظبط الميه هنا كويسه او وحشه او فيها مشاكل. طيب عشان اعمل ووتر كواليتي اسسمنت عندي اكتر من طريقه. عشان اعمل ووتر كواليتي اسسمنت يبقى عندي اكتر من طريقه ان انا اعمل فيها ووتر كواليتي اسسمنت. احنا عندنا تقريبا اربع طرق. عندنا في طريقه اسمها ووتر كواليتي اندكس، ودي اللي احنا هنشتغل عليها رقم واحد ووتر كواليتي اندكس. عندنا بعد كده حاجه اسمها البروفيك اندكس التي اس اي، ودي برضه هنشرحها السكشن الجاي ان شاء الله. يبقى احنا عندنا في ووتر كواليتي اندكس وعندنا توفيك اندكس. عندنا كمان في حاجه اسمها الاستاتيك اناليسيس او التحليل الاحصائي، اللي هو مثلا ايه ان انا ايه بقول مثلا اقصى قيمه كام، اقل قيمه كام، متوسط القيمه بتاعت الدي او كام، متوسط القيمه بتاعت البي اتش كام، اعلى قيم موجوده في انهي ستيشن. دي بنسميها تحليل احصائي. او اخر حاجه عندنا تحليل بيولوجي. التحليل البيولوجي ده اللي هو بيقول لي الطحالب او الاسماك او الكائنات الحيه الموجوده في الميه عامله ازاي. احنا النهارده هنبدا بالووتر كواليتي اندكس، ده اللي احنا هنشتغل بيه النهارده. يبقى في الامتحان لو قال لك عروه في الووتر كواليتي اسسمنت هتقول له هي طريقه او اداه مبسطه عشان احول البيانات بتاعت خصائص ومعاملات الميه المعقده الى طريقه سهله جدا بتبقى مفهومه للجمهور العام ولمتخذي القرار. عايزين بقى نتكلم على الاساس بقى اللي هو الووتر كواليتي اندكس. ووتر كواليتي اندكس يعني ايه بقى؟ ووتر كواليتي اندكس او بنسميه مؤشر نوعيه المياه. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي على الووتر كواليتي اندكس او مؤشر نوعيه المياه. يعني ايه مؤشر نوعيه المياه؟ دي عباره عن معادله رياضيه بسيطه جدا بتجمع بين اكثر من متغير من متغيرات خصائص المياه. يعني احنا عارفين ان المياه في اكثر من متغير، في اكثر من خاصيه. عندنا مثلا الفيزيائيه مثلا العقاره مثلا، عندنا كيميائيه مثلا زي الدي او، عندنا مثلا البيولوجيه زي الطحالب. ده اكتر من متغير. هي بقى بتجمع ما بين كل المتغيرات دي في معادله رياضيه، يعني معادله فيها ضرب فيها جمع فيها قسمه، وفي الاخر بتحول كل المتغيرات دي لرقم واحد، رقم صحيح بيعبر عن نوعيه الميه بصفه عامه ومختصره. يبقى المؤشر بتاع نوعيه الميه ده الميزه اللي فيه ان هو بيعمل ايه؟ بيحول لي كل القيم بتاعت الدي او او البي اتش او البي او دي او النترات او الامونيا او اي حاجه موجوده عندي في الميه الى رقم واحد. رقم واحد هنشوفه بعد كده، ممكن يطلع 50 60 70، رقم واحد بس. الرقم ده له دلاله عندنا، وفي الاخر بيعبر عن نوعيه الميه او جوده الميه الموجوده في المنطقه. العلم ده هو منتشر بره من فتره، بس هو في مصر لسه حديثا ظاهر من فتره قصيره، مش فتره كبيره. يعني المفهوم الووتر كواليتي اندكس ده بدا من 1848 في المانيا، وبدا ان هم يشتغلوا على الكائنات الحيه الموجوده في الميه. زي ما اتفقنا قبل كده، ما احنا قلنا ان الاسماك ممكن تبقى مؤشر
بيولوجي نوعيه الميه. لا, لا انا لو رحت شفت شفت بحيره او تبع لقيت الاسماك فيها ميته, فده مؤشر ان الميه فيها مشكله. فهم زمان كانوا بياخدوا ان مثلا كانت الحياه الموجوده في الميه دي تعتبر مؤشر او دليل على جوده الميه. بعد كده بدا يتطور شويه الووتر كواليتي اندكس اكتر اكتر, وبقى في علماء اكتر يبداوا يحطوا لنا معادلات عشان يحولوا لنا كل البارامترز دي الكبيره دي لرقم واحد. اشهر المحاولات اللي عندنا هم 3 محاولات, في طبعا يعني كتير جدا حوالي عشرات المحاولات, بس اشهر محاوله كانت هوبتن 1965 اشتغل على اول اندكس معلوم بيديني مؤشر على نوعيه الميه. تاني واحد كان ال NSF Water Quality Index 1979, واخر واحد اللي هو CCME Water Quality Index 1997. يبقى احنا عندنا في ثلاث محاولات, في اكتر من محاوله بس دول اشهر ثلاثه, هوبت 1965, NSF 1970, و CCME Water Quality Index 1997. طب احنا هل احنا هناخد الثلاث انواع دول؟ لا, احنا هنركز في اكتر في الدراسه على ال NSF Water Quality Index, هو ده اللي احنا هنشتغل عليه. هنشتغل على حاجه اسمها ال NSF Water Quality Index. في الامتحان مش شرط يقول لك احسب ال NSF Water Quality Index, لا, لو قال لك احسب بس Water Quality Index فده هو معناه ان هو بيقول لك احسب ال NSF. يعني لو قال لك احسب WQO بس, قال لك احسب WQO اللي هو Water Quality Index, هو يقصد هنا ان احنا هنشتغل على الحاله دي اللي هي ال NSF Water Quality Index. طيب ايه بقى هو ال NSF Water Quality Index ده؟ ده اختصار لكلمه اسمها National Sanitation. ال NSF ده اختصار لكلمه National Sanitation Foundation Water Quality Index. فده برضه ممكن يجي بعد كده في موضوع الاختصارات زي ما جه في الكورس اللي احنا حليناه قبل كده, ممكن يجي برضه من ضمن الاختصارات يقول لك ايه هو اختصار ال NSF Water Quality Index. National Sanitation Foundation Water Quality Index, دليل او مؤشر نوعيه المياه لمؤسسه الصرف الصحي, لان المؤشر ده مؤشر امريكي, لان في مؤشرات ثانيه هولنديه وفي مؤشرات المانيه وهكذا. طبعا المؤشر ده يعني هو برضه من قديم, مش جديد قوي يعني, وتم انشاؤه عن طريق 142 عالم من نوعيه الميه. يعني هم اجتمعوا مع بعض واختاروا حوالي 35 معامل من معاملات نوعيه الميه. يعني خدوا معاملات فيزيائيه وخدوا معاملات كيميائيه ومعاملات بيولوجيه, حوالي 35 عنصر, وقعدوا يدرسوا مع بعض عشان يشوفوا ايه اكتر العناصر ديت المهمه او اللي بتاثر في الميه, او اللي هي لو اتغيرت بصوره كبيره او صغيره بتاثر على نوعيه الميه. فبعد ما الاجتماع ده حصل وقعدوا يشتغلوا على حوالي 35 عنصر, لقوا ان في بس 9 عناصر هم الاساسيين اللي هم ممكن يشتغلوا عليهم عشان ما يكبروش القاعده قوي. فقالوا ان من ضمن ال 35 دول في 9 عناصر بس, في 9 ووتر كواليتي فاريبلز او 9 ووتر كواليتي بارامترز, هم دول اللي احنا هنستخدمهم في الاندكس بتاعنا. يبقى العلماء لما اجتمعوا قعدوا يعملوا تجارب على حوالي 35, ولقوا في الاخر ان في 9 عناصر بس من الووتر كواليتي اندكس, هم من الووتر كواليتي بارامترز عفوا, هم دول اللي احنا نقدر ناخدهم ونشتغل بيهم على الاندكس. ايه هم بقى 9 عناصر دول؟ عندي في اول حاجه الظروف الاكسجين او الاكسجين المذاب اللي احنا خدناه قبل كده وشرحناه. بعد كده عندنا الفيكال كلوروفورم, البكتيريا البوازيه, ودي برضه خدناها قبل كده وشرحناها. بعد كده عندنا البي اتش, الاس الهيدروجيني, واحنا برضه خدناها قبل كده. بعد كده عندنا البايوكيميكال اوكسجين ديموند اللي هو البي او دي, وده برضه خدناه قبل كده. وبعدين عندنا التمبريتشر تشينج, التغير في درجه الحراره, ودي برضه اتكلمنا عن درجه الحراره, بس خد بالك هنا ان هو عايز هنا الووتر تمبريتشر, يعني عايز التغير في درجه الحراره الموجوده في المحطه اللي انت هتقيس عندها الووتر كواليتي اندكس. يعني هو مش عايز درجه الحراره بتاعتها, لا, هو عايز التغير في درجه الحراره. دي مهمه جدا في المساله, يعني لما نيجي نحل المساله دلوقتي مع بعض هناخد بالنا ان انا بشتغل على الووتر تمبريتشر تشينج, التغير في نوعيه الميه. طيب ده الجزء الايه الاول, ده عفوا الخامس بامترز معانا. البامترز بعد كده عندنا
التوتال بس 4 او لا التوتال بس 4 ده لو في المساله مديني البي او 4 ماشي اللي هو الفوسفات او مديني التوتال فوسفورس اللي هو التي بي، يبقى في المساله ده سواء كان مديني البي او 4 او التي بي ده بيمثل الفوسفور او الفوسفات الموجود في الميه. تاني حاجه بعد كده عندنا النتوات اللي هي ال او 3 دي برضه معانا وشرحناها قبل كده، ومعانا بعد كده العقاره او التربيتي كده معانا العقاره او التربيتي، وبعد كده معانا التوتال سوليد او التي اس اس. ونفس القصه برضه لو مديني في المساله حاجه تانيه بتعبر عن التوتال سوليد زي التي دي اس برضه صح، يبقى انا عندي هنا دول حوالي تسعه بارامترز اقدر اشتغل عليهم. لو جينا مشينا مع بعض واحده واحده كده هلاقي من تحت نبدا من تحت الاول التي دي اس او التي اس اس، لو معانا في المساله دي بتعبر عن توتال سوليد ودي بنقيسها بالملي جرام على اللتر، دي ما فيهاش مشكله. لو جينا نتكلم على العقاره او التربيتي كنا قلنا برضه على وحده قياس ال ان تي يو، ودي برضه اشتغلنا عليها قبل كده ودي برضه ما فيهاش اي مشكله. النطرات ال ان او سي بي اللي هو بالملي جرام على اللتر، وعلى فكره بنشتغل نطرات مش نيتريت، يعني لو في مساله فيها نيتريت مش معانا. انا هشتغل بس على تسع عناصر دول، هشتغل على العناصر اللي هو موجوده معايا بس، لكن لو في عناصر ثانيه مش هقدر اشتغل بيها. بعد كده عندنا التوتال فوسفات في المساله سواء كان البي او 4 او التوتال فوسفور برضه معانا في المساله عادي نشتغل بيه، طبعا هو بالملي جرام على اللتر وده برضه ما فيهوش اي مشكله. طب التمبريتشر تشين زي ما اتفقنا انا هنا هشتغل على التغير في درجه الحراره. يعني ايه التغير في درجه الحراره؟ احنا عارفين درجه الحراره مثلا لو انا قست درجه الحراره عند استيشن معينه وكانت درجه الحراره بتاعتها 30 درجه مئويه، ده اسمه ايه؟ ده مش اسمه الووتر تشينج، ده اسمه الووتر تمبريتشر بتاع المحطه نفسها. لكن ايه بقى هو الووتر تشينج او التغير في درجه الحراره؟ تغير درجه الحراره ده يعني الفرق ما بين درجه الحراره بتاعت المحطه نفسها والدرجه الحراره المتوسطه اللي هي موجوده طول السنه او اللي هي موجوده في المنطقه السائده في المنطقه. يبقى لما اجي اشتغل ووتر تشينج بعمل ايه؟ بطرح قيمه درجه الحراره الموجوده في الاستيشن دي ناقص درجه الحراره المتوسطه الموجوده في المنطقه، ودي هنشرحها بالتفصيل واحنا بنحل المساله مع بعض. البارامتر الثاني البي او دي برضه بالملي جرام على اللتر، ودي شرحناها قبل كده. البي اتش ملوش وحده وده برضه شرحناها قبل كده. الفيكال كلوروفورم عباره عن ايه؟ عباره عن عدد معين من البكتيريا لكل 100 ملي لتر، دي برضه ما فيهاش اي مشكله. ليه بقى انا قلت شرحت كل القصه دي؟ لان الدي او بقى الوحيد اللي فيه مشكله. الدي او احنا لما جينا قسناها قبل كده الناس فاكره كنا بنقيسه بالايه؟ كنا بنقيسه بالملي جرام على اللتر، لما كنا بنقيس الدي او كنا اما بنقيسه بالملي جرام على المتر بالبي بي تي بالبي بي ام، كنا بنقيسه عادي بالوحدات دي. لكن هو في المساله بتاعتنا او العلماء دول او ال ان اس اف ووتر كواليتي اندكس اشترط ان انت لما تيجي تشتغل معايا في المعادله لازم تشتغله بوحده ثانيه اسمها النسبه المئويه للتشبع او النسبه المئويه الساتوريشن. يبقى تاني كده الحاجه الوحيده اللي فيها مشكله في الـ في الـ في الـ في, الـ في التسع بارامترز هو الدي او. ايه مشكلته؟ ان هو ما بيشتغلش في المسائل او في عشان احسب الووتر كواليتي اندكس ما بيشتغلش بالملي جرام على اللتر، لا ده هو بيشتغل بحاجه اسمها النسبه المئويه للتشبع. يعني ايه النسبه المئويه للتشبع؟ احنا لما جينا شرحنا الملي جرام على اللتر قلنا الملي جرام على اللتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن كميه الاكسجين المذاب في الميه قد ايه بالنسبه للتر من الميه. كميه الاكسجين المذاب كميه يعني ملي جرام كام ملي جرام في واحد لتر ميه، فده الملي جرام على اللتر. لكن النسبه المئويه للتشبع ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن زي الرطوبه الموجوده في الجو. احنا دايما الرطوبه بنقيسها كنسبه مئويه، الرطوبه في الجو عامله كذا قيمتها كذا كنسبه مئويه. نفس القصه الميه دي نسبتها في الميه عامله ازاي؟ عفوا الاكسجين المذاب ده نسبته في الميه عامله ازاي؟ زي حتى كمان انت التنفس اللي جوه جسم الانسان المفروض التنفس الطبيعي يكون 97% تشبع اكسجين جوه الجسم. نفس القصه الميه الاكسجين جوه الميه نسبته قد ايه؟ هو بيحسبه بالوحده اللي هي دي نسبه مئويه ساتوريشن او تشبع في الميه. طيب عشان نحول بقى من ملي جرام على اللتر لنسبه مئويه دي اللي محتاجين نشرحها دلوقتي. محتاجين نشرح ازاي نحول الملي جرام على اللتر لنسبه مئويه للتشبع.
طب ايه المعادله اللي انا بشتغل فيها او اللي هي بتاعت ال ان اس اف فوتو كواليتي اندكس اللي احنا بنشتغل بيها؟ هي المعادله دي عباره عن مجموع ال دبليو اي في الكيو اي على مجموع ال دبليو اي. احنا عايزين نعرف يعني ايه ال دبليو اي، يعني ايه الكيو اي. لو عرفت يعني ايه ال دبليو اي والكيو اي هعرف احسب حاجه اسمها ال ان اس اف ووتر كواليتي اندكس. يبقى دي المعادله بتاعت ال ان اس اف ووتر كواليتي اندكس اللي انا دلوقتي ان شاء الله هندخل فيها التسع بارامترز دول جوه المعادله دي ونجمعهم مع بعض، وفي الاخر هنا هيبقى يساوي كده، يطلع لي هنا رقم، الرقم ده في الاخر يقول لي ان الميه دي كويسه او فيها مشكله. فتعال الاول نعرف ازاي نحول من ملي جرام على اللتر لنسبه المئويه لتشبه الاكسجين واخليه ساتوريشن كونسنتريشن عشان احول عشان اخليه نسبه مئويه. عندي في ثلاث طرق، في طريقه مش معانا خالص ملغيه، وفي طريقتين الدكتوره ساعات بتجيب واحده منهم في الامتحان. اول طريقه عندنا هي طريقه المعادله، ودي اصعب طريقه ودي ملغيه. طريقه المعادله الكبيره دي كانت دي زمان، بس الطريقه دي صعبه قوي لانها يعني هتاخد وقت وكمان فيها تحويلات كتيره جدا، فدي بس للاطلاع بس، دي بس تتفرج عليها بس، لكن دي ملغيه مش هتيجي معانا في الامتحان. دي بس لو انت عايز يعني تزود شويه معلوماتك او بعد ما تتخرج او الناس اللي معاها مشروع صحيه او مشروع ميه جوده ميه هتحتاج المعادله دي، لكن احنا كطلبه عاديين مش نحتاج المعادله دي. دي طريقه بتحول معادله، بتحول الدي او العادي خالص اللي هو ده الى الدي او اي، الدي او ستوريشن او نسبه ستوريشن. فالطريقه دي ملغيه. الطريقه بقى الثانيه اللي معانا اللي هنشتغل عليه هي طريقه الجداول. ده جدول عادي خالص في حاجتين، في رقم بتاع الدي او بالملي جرام على لتر، اهو ده ملي جرام على لتر اللي احنا عايزينه، اللي هو معانا عفوا اللي هو معانا في المحطه، ودي قيم التمبريتشر. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انا عندي نقطه ايه اسمها ستيشن واحد، اسمها ستيشن واحد، ورحت حسبت قيمه الدي او طلع معايا بيساوي 5 ملي جرام على لتر، وعايز احول 5 ملي جرام على لتر اللي هو الدي او نفسه يعني الى رقم بس كنسبه مئويه لتشبه. اعمل ايه وانا معايا الجدول ده؟ طبعا الجدول ده جيفن في الامتحان. اعمل ايه عشان احول 5 مللي جرام لرقم بس كنسبه مئويه؟ اعمل ايه؟ لازم يكون معايا هنا، لازم يكون معايا هنا، او لازم اعرف الاستيشن دي درجه الحراره كام. لو الناس فاكره لما جينا شرحنا درجه الحراره قلت لو انا هنزل الموقع عشان اقيس اي بارامتر لازم رقم واحد اقيس درجه الحراره. يبقى عشان احول الدي او من قيمه بالملي جرام على اللتر للدي او كنسبه مئويه لازم يكون معايا الووتر تمبريتشر بتاعت الايه؟ بتاعت الستيشنز دي. فنفترض مثلا ان هو راح قاس الووتر تمبريتشر وطلعت معايا مثلا 22 درجه مئويه. يبقى هو راح قاس الدي او 5 وراح قاس درجه الحراره كام؟ 22. ازاي بقى من الجدول ده نجيب قيمه الدي او كنسبه مئويه؟ هاجي هنا فوق هنا كده في الجدول ده قيم الدي او، قيمه الدي او كام؟ بخمسه. يبقى انا معايا العمود ده، معايا الرقم ده اللي هو 5 ملي جرام على لتر. طب درجه الحراره كام؟ درجه الحراره 22. يبقى هتحرك على الراس كده لحد ما اوصل ل 22، يبقى درجه الحراره هنا كام؟ 22. يبقى معايا هنا 22 ومعايا هنا 5، يبقى هنا 5 اهو، ده 5 5 اهو كده، وده هنا 22. يبقى انا اقدر احسب هنا كده النسبه المئويه للتشبع. فطلع معايا النسبة المئوية للتشبع، يبقى انا اتحركت على الافقي 5، اتحركت على الرأسي 22، 5 مللي جرام على لتر دي او، 22 درجة حرارة، طلع معايا الرقم ده 57 75% ساتوريشن. يبقى نسبة تشبع المية او الاكسجين جوه المية 75%. طيب في حد عنده مشكله في الحته دي يا جماعه؟ التحويله دي في حد عنده مشكله او لحد ما احنا شرحنا دلوقتي في حد واقف قدامه حاجه؟ انا بس بعتذر، اعتقد في ديلي شويه في الصوت بالصوره، انا بحاول اظبطه على قد ما اقدر. يبقى دي الطريقه الثانيه، ودي الطريقه يعني بتيجي كتير في الامتحان ساعات، الجدول ده بيكون موجود، تبدا تحول الدي او بالملي جرام على اللتر دي نسبه مئويه. الطريقة الثانية شو باشمهندس؟ اتفضل. في سؤال عندي في موضوع درجة الحرارة ده. اتفضل.
درجة الحرارة اللي أنا بخش بيها هنا دي أنهي درجة حرارة للمية؟ لأنهي مية؟ لأن حضرتك قلت في تغير في درجة الحرارة، معنى كده إن أنا عندي درجتين حرارة، تمام الدرجتين دول برضه بتوع إيه؟ أنا مش فاهم الموضوع ده بصراحة. تمام كويس جدا السؤال ده. بص، درجة الحرارة اللي بدخل بيها الجدول دي درجة الحرارة الطبيعية بتاعت المحطة. يعني ايه؟ انا عندي ده ترعة اهي، نفترض ان دي ترعة، وانا خدت ستيشن واحد، ستيشن اتنين، ستيشن تلاتة، ستيشن اربعة. لو انا ورحت حسبت الدي او طلع، عفوا رحت حسبت درجة الحرارة 22 23 24 22، دي درجات الحرارة. لو انا سألتك درجة حرارة المية في الاستيشن رقم 3 كام؟ ب 24. يبقى درجة الحرارة العادية خالص بتاعة الاستيشن نفسها اسمها الووتر تمبريتشر بتاعة الاستيشن بكام؟ ب 24، بتاعة الاستيشن رقم 3. ده اسمه التمبريتشر العادي، وده اللي انا بستخدمه في الجدول ده. يبقى درجة الحرارة العادية بتاعة المحطة دي اللي انا بستخدمها في الجدول ده بس. يبقى الجدول ده بستخدم فيه مين؟ بستخدم فيه درجه بتاعت الاستيشن نفسها. عشان كده قلت ان انا عندي ستيشن رقم واحد الدي او بخمسه، درجه الحراره بتاعت الاستيشن نفسها هي ما فيش اي تغيير ب 22، ورحت جبت الدي او. لكن اما جينا نتكلم على التغير في درجه الحراره الووتر تشينج، اما جينا شرحناها في السلايد اللي فاتت، كنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم ان هو اما يجي يشتغل على المعادله بقى بتاعت الاندكس نفسها ما بيعتمدش على درجات الحراره دي اللي هي 22 23 24 و 22، لا هو بيعتمد على التغير في درجه الحراره. طب ده بحسبه ازاي؟ وده هنحله في المساله كمان شويه. باختصار شديد جدا، انا عايز احسب مثلا التغير عن درجه حراره ستيشن واحد. هي درجه حراره ستيشن واحد 22، ده اسمه درجه الحراره بس. بس. لكن التغير في درجه الحراره بتاعت الستيشن واحد عباره عن ايه؟ عباره عن 22 اللي هو درجه الحراره بتاعتها ناقص المتوسط بتاع درجات الحرارة الموجودة في المنطقة. تعرف تحسب يا محمد المتوسط بكام؟ المجموع على العدد. بس هو ده. فهجمع ال 22 زائد 23 زائد 24 زائد 22 واحطها واقسم على 4 واحط الرقم هنا. 22 ناقص الرقم ده يبقى انا هجيب الووتر تشينج. القيمة دي انا ما بشتغلهاش في الجدول ده، انا بشتغلها بس في المسألة بعد كده، وهنتكلم عنها ان شاء الله في الجزء ده. تمام كده؟ يبقى دي الطريقة الأولى. ماشي، دي الطريقة الأولى اللي أنا بشتغل بيها اللي هي طريقة الجدول. تمام؟ الطريقة بقى الثانية بقى، ودي الطريقة الأشهر أكتر بقى، الطريقة اللي ممكن في الأغلب الدكتورة تجيبها في الامتحان، ده طريقة المنحنى. إيه بقى طريقة المنحنى دي؟ طيب إيه طريقة المنحنى دي بقى أو بنشتغلها إزاي؟ ده منحنى بيجي بالشكل ده في الامتحان. منحنى أو هو مش منحنى، هو تشارت يعني، بيجي بالشكل ده في الامتحان، عبارة عن مجموعة من المساطر أو السكيلز. فإحنا عندنا هنا سكيل مكتوب عليه ووتر تمبريتشر، نفس القصة ووتر تمبريتشر، مش الووتر تمبريتشر تشينج، مكتوب عليه إيه؟ ووتر تمبريتشر، يعني درجة حرارة عادية خالص بتاعت المحطة. وعندنا سكيل تحت مكتوب عليه أكسجين بي بي إم، وعلى فكرة البي بي إم هو نفسه بالظبط الملي جرام على اللتر، هو عشان في الامتحان لو جالك ملي جرام على اللتر ما تقولش ده امال ايه البي بي ام ده، لا هما الاثنين زي بعض. ده شرحناه قبل كده باستفاضه، ان البارت بير مليون هو نفسه الملي جرام على اللتر. وده الووتر تشينج، يبقى عندي في سكيل فوق ده الووتر تشينج، وعندي سكيل تحت بتاع الدي او ده بالملي جرام على اللتر. طب ايه بقى السكيل المايل ده؟ السكيل المايل ده هو عباره عن الدي او بس ايه، كنسبه مئويه للتشبع، نسبة مئوية ستوبيشن. طيب الناس متوقعة اعمل ايه عشان احسب النسبة المئوية ستوبيشن؟ حد عنده فكرة ممكن نعمل ايه؟ لو حد قدامه السكيل زي ده كده وعايزين نحسب النسبة المئوية للتشبع اعمل ايه؟ يعني لو انا قلت لك مثلا قبل ما حد يجاوب ان الدي او بخمسة، عفوا الدي او مثلا بخمسة والووتر تمبريتشر ب 20، تعرف تجيب لي النسبة المئوية للتشبع؟ أوصلهم ببعض. بس كده، هو ده اللي أنا عايزه يا محمد، عايز أوصل الاثنين ببعض. فمثلا بنقول إيه؟ نفترض إن الووتر تمبريتشر عندي مثلا بخمسة، مثلا بخمس خمس درجات، طبعا ده يعني رقم صغير قوي بس نفترض إن هو خمس درجات، وعندي قيمة الزلط الأوكسجين 9 مللي جرام على اللتر، هعمل إيه؟ هجيب المصطبة بتاعتي وأنا في الامتحان، عندي مصطبة إيه؟ مصطبة في الامتحان أهو، دي مصطبة،
واحط رقم كام هنا؟ 5. نفترض ان هو 5 مع رقم صغير، محتمل يجي في الامتحان 20 25 30 اي رقم يجي لك في الامتحان، يبقى هنا عندي 5 هنا 5، وهنا الدي او بكام؟ ب 9. هجيب المسطره ومعايا قلم رصاص وابدا اشد خط هنا كده، اشد خط هنا، طلع معايا رقم كام ده؟ لحد ما اوصل لحد هنا الرقم طلع معايا كام؟ طلع معايا 70. يبقى نسبه التشبع بتاعه الميه هي 70%. فانت بقى في الامتحان ممكن يقول لك مثلا ان الموضه تمبريتشر 25 مثلا، ومثلا الدي او مثلا ب 5، هتعمل ايه؟ هتوصل منهم بخط كده بالمستوى، بالمستوى طبعا مش بايدك، هيطلع مثلا قيمه مثلا ايه؟ قيمه التشبع. طبعا هي هيبقى حاجه تقريبيه، يعني مثلا لو انا الخط ده قطع معايا هنا فانا هقول اه ده 50 وده 60، يبقى اكيد دي 55. عديت الشرطه دي مثلا بشرطه صغيره ممكن افترض انها 56 صح؟ حد عملها 57 صح؟ حد عملها 58 صح؟ لكن ما حدش يعملها 50 ولا حد يعملها 60. لو حد عملها 57 برضه صح او 58 صح، يبقى دي حاجه تقريبيه في الحال شويه مش زي الجدول. الجدول هيطلع اكزاكت بالظبط، لكن المنحنيات اطلعها تقريبيه. طب انا هشتغل على الجدول ولا المنحنيات؟ على حسب ما الدكتوره هتبقى مطلوبه معاك في الورقه بتاعت الامتحان، على حسب ما الدكتوره حاطه ايه في الامتحان. حاطه الجدول هشتغل بالجدول، حاطه الشارت بشتغل بالشارت. ده كده طريقه ان انا اقدر احول بيها الدي او لنسبه مئويه التشبع. طيب نرجع بقى تاني للمعادله بتاعتنا اللي احنا هنحسب بيها الووتر كواليتي اندكس. نرجع بقى تاني للمعادله اللي احنا هنحسب بيها الووتر كواليتي اندكس او الان اس اف ووتر كواليتي اندكس. يبقى اللي فات ده بس اللي احنا شرحناه ده كان ازاي اقدر احول بس الدي او بالملي جرام للدي او كنسبه مئويه للتشبع، لان ده مهم معايا في المساله. طيب دي بقى المعادله اللي انا هشتغل عليها، معادله عاديه جدا. ثابت معرفش هو ايه هنتكلم عنه دلوقتي، في ثابت تاني على ثابت على نفس الثابت اللي هو دبليو او. هنعرف بقى كل واحده من دول بيمثل ايه او بيعبر عن ايه. فاول حاجه لو هنتكلم على الدبليو اي، الدبليو اي ده احنا بنسميه الويت فاكتور اوف ذا بارامتر. يعني ايه هو وزن او اهميه العنصر في الطبيعه؟ فالعلماء دول عملوا جدول، الجدول ده للتسع عناصر، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 عناصر اللي احنا قلنا عليهم ان المعادله دي ما بتشتغلش بس الا على التسع عناصر دول، او الووتر كواليتي اندكس ده ما بيشتغلش بس على التسعه دول. هو صنف العناصر اللي لها اهميه في الطبيعه، اللي يعني العنصر ده مهم قوي لجوده الميه. فقال لك اول حاجه ازوت الاكسجين بالرقم ده 17%، بعد كده الفكر كلوروفورم، بعد كده البي اتش. طبعا كل شويه الرقم ده بيقل، يعني اهميته بتقل في الطبيعه. ده وجهه نظرهم او ده الاتفاق اللي اتفقوا عليه في الاخر حوالي 100 عالم، فده اتفاق بينهم ان احنا اهم واحد هو الدي او، بعد كده الفكر كلوروفورم، بعد كده البي اتش، بعد كده البي او دي، بعد كده تغير درجه الحراره، تغير بيقول تغير مش درجه الحراره نفسها، التي بي، بعد كده النتوات، بعد كده بعد كده التي بي، بعد كده التي دي اس او التوتال سسبند او توتال سسبند سولت. طيب يبقى دي كده الارقام دي هي الارقام بتاعت درجه اهميه العنصر. على فكره احنا لو جمعنا الارقام دي كلها مع بعض بالاله الحاسبه هيطلع مجموعهم واحد. يبقى تحت هنا ممكن يساوي واحد، يساوي واحد لو انا معايا كل العناصر دي في المساله. يبقى الرقم ده انا عباره عن مجموع الدبليو ده، مجموع الدبليو اي بتاعت القيم دي كلها. لو يبقى لو انا عندي مساله مديني فيها كل 9 بارامترز دول، فانا مطلوب مني اجمع كل الدبليوهات دي، دبليو 1 دبليو 2 دبليو 3 دبليو 4، هجمعهم مع بعض هيطلع لي مجموعهم بكام؟ بواحد. الدي او ده واخد 17% من الواحد لان ده اهم واحد، وهكذا لحد ما نوصل دي الاخر. طب لو افترضنا مثلا ان المساله مش مديني فيها 9 عناصر، يعني مديني محطه اسمها محطه الببدويل، اي محطه، والراجل لما راح قاس ما قاسش 9 عناصر، امكانياته ما تقيسش 9 عناصر، ما عندوش اجهزه تقيس 9 عناصر، قاس بس اول 4 عناصر، اعمل ايه؟ لو قاس بس قاس الدي او وقاس الفيكال كلوفورم وقاس البي اتش وقاس البي او دي، هعمل ايه؟ هجمعهم دول بس، هجمع ال 17% زائد 16% زائد 12% زائد 11% واحط رقم ايه؟ احط رقم تحت في المقام ده.
يبقى انا عندي اول حاجه خلصت منها هو قيمه ال دبليو اي دي. هي بتمثل ايه؟ بتمثل درجه اهميه العنصر في الطبيعه، مش من وجهه نظر انا، لا من وجهه نظر العلماء اللي حطوا الاندكس ده. طالما انت ابتديت تشتغل بالاندكس ده واعتبرت ده اندكس مشهور ومهم، فالدبليو اي بالنسبه لهم هنا هو درجه اهميه او وزن العنصر ده في الطبيعه او اهميته بالنسبه لجوده الميه. طيب النوع الثاني بقى من او الثابت الثاني هو اسمه كيو اي. الكيو اي ده احنا بنسميه الكواليتي اوف بارامتر، جوده بقى العنصر نفسه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ده هو وزن عنصر في الطبيعه ككل. يعني الفرق ما بين الدي او والفيكا كلوروفورم والبي اتش، لا ده دي او اهم. الفرق بين الدي او مثلا اي عنصر، لا دي او اهم. لكن هنا لا، العنصر نفسه الدي او نفسه ده الرقم اللي انت جبته من الطبيعه ده، هل هو 2 ولا 4 ولا مثلا 9؟ طب لو حد فينا يعني كنا شرحنا القصه دي قبل كده، يعني 2 ده هل هو ده كويس ولا وحش؟ حد فاكر 2 ده يعتبر دي او كويس ولا وحش؟ وحش وحش جدا. اه احنا قلنا 2 او اقل من 2 ده في مشكله كبيره ان ممكن السمك يموت. طب 4؟ لا ده برضه في مشكله، لو 4 دي لانها اقل من 6 فتظهر حالات الاعياء على السمك او السمك ممكن يبدا يمرض. طب 9؟ لا كويس، 9 كويس لان هو اقل اعلى من 6 فبالتالي ده كويس. هي دي درجه الكواليتي بتاعت العنصر. طيب دي بقى بحسبها ازاي؟ قال لك بتحسبها عن طريق مجموعه من الجرافس او مجموعه من الصور اللي بتحول العنصر ده لقيمه ثانيه. ليه بقى بتحول لقيمه ثانيه؟ هو لو احنا عارفين، احنا دايما عارفين لما بنيجي نشتغل اي معادله قسمه او ضرب لازم تكون المعادله كلها، لازم تكون الوحدات في المعادله ثابته. يعني احنا عارفين ان دي او ده بالنسبه المئويه التشبع، الفيكر بيرفورم بوحده معينه، البي اتش ملوش وحده، البي او دي بالملي جرام على اللتر، ده بالدرجات، ده بالملي جرام على اللتر. طيب لازم يكون كل الوحدات دي متشابهه، لازم تكون كلها بالملي جرام على اللتر، او ان كلها تكون بالسلزيس، او كلها باي وحده. هم بقى عملوا او اخترعوا المنحنيات دي عشان تحول القيمه بتاعه الدي او من نسبه مئويه تشبع لرقم ملوش وحده. تحول الفيكر كلوروفورم على حسب قيمته، على حسب قيمته كرقم لرقم تاني بحيث الرقم ده يبقى يبقى ملوش وحده، بحيث ان كل الارقام اللي انا هشتغل عليها دي ما تبقاش لها وحده. طب الجداول دي عامله ازاي؟ زي الجدول ده مثلا. الجدول ده بيمثل البي اتش مثلا. ده بيمثل مثلا البي اتش. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالاتي. انت عندك في المساله رحت الموقع ورحت قست قيمه البي اتش، طلع معاك قيمه البي اتش ب7. يبقى انا رحت قست قيمه البي اتش، طلعت معايا قيمه البي اتش ب7. هعمل ايه بقى؟ عشان احسب الكيو اي، كيو اي بتاعه البي اتش اللي بيساوي 7 ده، ما ينفعش انا احط رقم 7 ده على طول على فكره اهو في المعادله، لان لو حطيته ب7 طيب ما هو الدي او 85% مثلا، ده وده ب7 مللي جرام على اللتر، وما اعرفش التربيتي ب 50 ان تي يو، ففي ارقام مختلفه. لا انا عايز احط رقم ملوش وحده. الجدول ده هو اللي او عفوا الشرط ده هو اللي هيحول الرقم من مللي جرام على اللتر على حسب اهميته لرقم تاني ملوش وحده. بمعنى ايه؟ احنا قلنا نفترض مثلا ان الستيشن دي واحنا حسبنا البي اتش طلع معايا ب7 مثلا متعادل. هعمل ايه بقى عشان احول ده لكيو؟ هعمله ازاي؟ هعمل ايه؟ هدخل الشارت ده عند قيمه البي اتش ب7، هو قال لي ان المحور الافقي ده هو قيم البي اتش، يبقى عندي قيمه البي اتش ب7. اقف عند 7 كده واطلع فوق 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 هنا لحد ما اوصل للنقطه دي كده، وبعدين اتحرك على الافقي لحد ما اوصل للرقم ده. الرقم ده مثلا نفترض برضه دي حاجه تقريبيه مثلا بكام؟ ب 88 كيو، يبقى ده عباره عن 88، يبقى قيمه الكيو اي او الكيو فاليو بتاعه البي اتش ب7 بكام؟ ب 88. 88 ايه؟ لا ملهاش وحده. يبقى انا هنا كده ايه الميزه بتاعه الكيو اي دي؟ انها اول حاجه بتديني الكواليتي بتاعه البارامترز، عشان كده رقم 7 ده على فكره كويس صح؟ فطلع معايا ب 88. لو انت خدت مثلا ان البي اتش ب 4 هيطلع بحوالي كام؟ ب 7 او ب 8. لو خدت البي اتش حمضي مثلا ب 11 او حاجه
يبقى برضه الرقم صغير. يبقى هو بيقول لي اهميه العنصر، عشان العنصر ده طلع معايا بسبعه، البي اتش بسبعه، فبالتالي قيمته كبيره. عشان كده حتى احنا قلنا دايما الميه اللي احنا بنشربها مش بسبعه بالظبط، لا تبقى بدايه محصوره ما بين مثلا 6 ونص و8، دي بتبقى اعلى قيم ممكن ايه ممكن نوصل لها. يبقى تاني كده قيمه الكيو اي دي بجيبها منين؟ بجيبها من المنحنى، من المنحنى ده. ده بس للبي اتش. يبقى انا عندي هنا كام منحنى بشتغل عليه؟ بشتغل على منحنى البي اتش ادي واحد، عندي منحنى للدي او، عندي منحنى للكالكلوفورم، عندي منحنى للتمبريتشر، عندي منحنى للتي بي، عندي منحنى للضغط، عندي منحنى للتربتي، وهكذا. يبقى كل واحد من دول كده له منحنى لوحده او منحنى خاص بيه. يبقى في الامتحان الدكتور هتديك كام منحنى؟ 9 منحنيات. زي ما في منحنى للبي اتش هيبقى في منحنى للدي او، وده هنشرحه دلوقتي في المساله. هيبقى في يبقى في واحد للدي او، وفي واحد للبي او دي، في واحد للسي او للتي بي، وفي واحد للان او 3، وفي واحد للتابت، وهكذا. بس احنا اهم حاجه عرفنا دلوقتي ان الدبليو اي ده بجيبه منين؟ بجيبه من الجدول ده. الجدول ده جيفن في المساله على فكره، حتى الجدول ده كمان جيفن في المساله. يبقى الجدول بتاع الويت فاكتور هيبقى جيفن في المساله، المنحنيات بتاعت الكيو اي هيبقى جيفن في المساله. كل اللي عليك تجمع لي كل ال WI اللي موجود في المسألة بكام؟ هل هو بواحد؟ يبقى لو انا معايا 9 عناصر. هل هو برقم تاني اقل من واحد؟ لو انا معايا عدد من ال 9 عناصر دول. طيب ال QI اجيبها منين؟ هجيبها من الشطات اللي هتبقى موجودة معايا في المسألة. رحت حسبت ال WI لكل القيم الموجودة في الاستيشن، وضربت كل قيمة لل WI من الجدول ده في ال QI اللي انا حاسبها من المنحنى، وده هنشرح اكتر واحنا بنحل المساله عشان يبقى قدامنا حاجه واضحه نشرح عليها. بعد ما حسبت القصه دي وجمعتهم هيطلع لي في الاخر هنا رقم. الرقم ده بيظهر ازاي؟ بعد ما انا حسبت قيمه الكيو ال ان اس اف دي، وحسبت ال دبليو اي والكيو اي لكل قيمه من القيم دي، هيطلع لي في الاخر هنا رقم. الرقم ده اللي هيطلع هنا، يبقى انا بعد ما احسب ده كده للاستيشن الواحده، على فكره ده بيحسب للاستيشن الواحده، سيشن واحد ولا سيشن اثنين ولا سيشن ثلاثة ولا سيشن أربعة. بعد ما أنا حسبت القصة دي كلها يطلع لي في الآخر هنا رقم. ممكن يطلع لي كام؟ ممكن يطلع لي 55، ممكن يطلع لي 60 بتاع سيشن اثنين، ممكن يطلع لي 97 بتاع سيشن رقم ثلاثة، وهكذا. إمتى أقول بقى إن الرقم ده عشان هو صغير هو كويس، ولا هو كبير هو كويس؟ اللي هيحسب ده هو الرانك ده، هو التصنيف ده، هو الكاتيجوري ده. فقال لك من صفر ل 25 معناها إن المية سيئة جدا. لو الرقم ده طلع من 0 ل 25 يبقى الميه سيئه جدا. لو الرقم ده طلع من 26 ل 50 يبقى الميه سيئه. لو من 51 ل 70 يبقى الميه متوسطه، ميه يعني ايه؟ مش كويسه قوي ووحش قوي، ميديم. او ان الميه تبقى كويسه لو هي من 70 71 ل 90، لكن لو المحصوره بين 91 و100 هيبقى ايه؟ هيبقى اكسلنت. فبالتالي احنا بنعبر دايما عن ال ان اس اف ده اكنه بالظبط زي المؤشر، كأنه مؤشر. المؤشر ده بيوضح لي الميه دي هل هي كويسه ولا وحشه ولا صغيره ولا بيبي. عشان كده احنا سميناه مؤشر، ان هو بيديني مؤشر ان الميه دي زي العذاب بتاع اي حاجه، الميه دي هل هي كويسه، هل هي متوسطه، هل هي سيئه، هل هي ايه؟ سيئه جدا. ده كده الشرح العام بالنسبه لي. لسه البنك ده حدث ولا معتبر؟ لا الجدول ده بص في الاغلب يعني ما بيجيش، فممكن الجدول ده الوحيد اللي ممكن تحفظه. يعني انا هنشوف مع بعض دلوقتي واحنا بنحل المساله، المساله كلها في الامتحان بتيجي ازاي. هنفتح مع بعض امتحان 2019 ونبص على المساله نفسها كامله بتيجي ازاي. بس اعتقد في الاغلب ما بيجيش، فممكن ده الجدول الوحيد اللي انت هتحاول تحفظه، ما تبخشموش يعني، حاول تحفظ الجدول ده. مع لكن الجداول الثانيه والشروط الثانيه بتبقى جيفن في الامتحان. طب النسبة بتاعت المية اللي صالحة للشرب بتبقى قد ايه؟ صالحة للشرب؟ بص هو ال ان اس اف ده ما بيقوليش المية صالحة للشرب او لا. في بيقول المية دي عموما صالحة للاستخدام او لا. لان في ووتر كواليتي اندكس تانية غير ده، هو اللي بيحدد المية صالحة للشرب او لا. يبقى الووتر كواليتي اندكس ده او ال ان اس اف ده بس مش بيديني يقول المية دي صالحة للشرب ولا لا. لا ده بيقول الميه دي لو خدتها بعد كده وعملت لها، يعني مثلا لو هي اكسلنت فانت مش محتاج لها عمليه معالجه كبيره قوي. لو هي جود يبقى انت محتاج عمليه معالجه بس صغيره، بعد كده بقى استخدمها في اي حاجه. يبقى لان السيف ده ما بيدينيش الميه صالحه للشرب او لا،
لكن في بقى مؤشر تاني اسمه سي سي ام اي، وده احنا قلنا يعني قلنا ليه من ضمن الانواع الاوتوكويت اندكس. ده بقى اللي ممكن يقول لي الميه دي صالحه للشرب او لا، للزراعه او لا، للصناعه او لا. لكن ده طبق ال ان اس اف ده طبق اكتر ووتر كواليتي اندكس بدائي شويه، هو بس بيديني مؤشر عام بيقول للدوله ان مثلا فرع رشيد او مثلا نهر النيل او الترعه الصغيره دي الميه فيها كويسه، يعني مش محتاجين ايه اجراءات سريعه، ولو الميه دي وحشه فمحتاجين اجراءات سريعه عشان احنا نلحقها قبل ما يحصل لها مشكله. في اتفضل. الموضوع مش مفهوم شويه. طب هو دلوقتي طيب يعني انا متاكد ان هو مش مفهوم، انا متاكد ان هو مش انت قصدك على الرقم اللي يطلع في الاخر ولا على طريقه الحسابات؟ لا مش موضوع طريقه الحسابات، هو الاندكس ده نفسه بيقول لي الميه كويسه او وحشه. طب كويسه كويس لايه، وحشه لايه، او استخدامها ايه؟ ما هو ما كده ما كويس. قاليش برضه حاجه. انا مبسوط جدا من المناقشه دي. لسه انا لسه قايل لزميلك دلوقتي ال ان اس اف ده اللي احنا اخترناه، احنا اخترناه ان احنا نشتغل بيه، ده بدائي جدا، بدائي جدا، يعني ده اول، يعني ده يعتبر ثاني محاوله في الاندكس على مستوى العالم. ده بس يعني حاجه مختصره كده، يعني ايه دلوقتي انت قدامك كوبايه ميه، عايز تقول للراجل المسؤول ده الميه دي اللي انت قدامك دي كويسه او لا. لو عرفت تقول له اه يا فندم ده البي اتش هنا كويس، بس الدي او للاسف في مشكله، النتوات قليله، الفوسفور كبير، ما اعرفش البي التي دي اس قليل، هقول لك انا عايز اعرف الميه دي كويسه ولا وحشه. قول لي حاجه، الاندكس ده هو اللي هيقول لي ده. احنا كجمهور يعني راجل مش متخصص، اما تظهر في يعني هنظهر في الاعلام نقول للناس المايه دي كويسه ولا وحشه عن طريق الاندكس ده. طيب احنا عايزين نبقى اكثر بقى ايه، دقه اكثر. لا انا مش هشتغل على ده، انا عايز اكون دقه اكبر، مش هشتغل على ده، هشتغل على اندكس تاني زي حاجه اسمها سي سي ام اي ووتر كواليتي اندكس. لا ده بقى بيقول لي بالظبط المايه دي ينفع تشربها ولا لا، ينفع تستخدمها في الزراعه ولا لا، ينفع تستخدمها في الصناعه ولا لا. لكن ده مؤشر عام. ليه؟ طب ليه بستخدمه طالما هو مؤشر عام؟ سهل جدا في الحسابات، يعني ده سهل جدا، يعني انت ممكن بشيت اكسل تحسبه في دقيقه واحده، لكن الحاجات الثانيه دي محتاجه وقت عشان تحسبها. طب انا هستفيد ايه بقى؟ هستفيد ان انا قلت لك ان المايه كويسه، مش محتاج دلوقتي حالا اعمل اجراءاتي انا كحكومه او كدوله احسن المايه، لا ممكن اقعد سنتين كمان عشان احسن المايه، المايه كويسه، المايه اكسلنت. لكن لو المايه دي بيباد، يبقى من دلوقتي من كمان 5 دقايق، كمان 5 دقايق لازم انزل الموقع وابدا اعمل عمليه معالجه للميه، او انا امنع التلوث اللي بيصب في الميه دي عشان ما تبقاش ملوثه اكتر من كده. الفكره وضحت ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس. انا ممكن اقول بصفه عامه ان يعني الميه دي تنفع، يعني صالحه في المجرى المائي او المجرى المائي فيه مشكله بشكل الله عام. ينور عليك، مظبوط كده، هو ده اللي انا عايز اوصله. تمام تمام انا هوقف تسجيل الفيديو ده، ده فيديو الشرح بس، يبقى ده شرح بس المساله، شرح الفكره كعامه. هفصل الفيديو ده ونعمل فيديو تاني عشان نشرح فيه المساله بقى، المساله في الامتحان بتيجي ازاي، عشان ما يبقاش حتى الفيديو كبير عليكم يعني. هو باشمهندس بالنسبه لينا احنا مش في السكشن اصلا، هناخد الريكورد ازاي؟ هناخد ريكورد ايه اللي حضرتك بتسجله ده؟ انا هبعته للاستاذ محمد سعيد، صح؟ محمد سعيد محمد سعيد الاولى اللي صح؟ انا هبعت له الريكورد ده. لا محمد السيد، السيد خليل. محمد السيد خليل؟ مين محمد السيد خليل؟ مندوب السكشن والضفه. خلاص ماشي، انا ممكن ابعته له.